السلام الله عليكم، معكم رضا من قناة كرة فانز. إذن الجولة الخامسة من البطولة المغربية، لغاية الآن تلعبوا ربعة ديال اللقاءات، عرفوا تسجيل 9 ديال الأهداف. جماهير المغرب الفاسي واتحاد طنجة يتنفسان الصعداء، الفرق ديالهم تمكنوا من تحقيق أول انتصار لهم في البطولة، وهدف خرافي للاعب إجروتن. تعادل في لقاء القمة بين أولمبيك خريبكا ودفاع الحسن الجديدي بهدفين لمثلهما، وتعادل سلبي في لقاء أولمبيك أسفي وسريع واتزم. هادو هما اللقاءات اللي غنتحدثوا عليهم في حلقة اليوم. قبل ما ندخل في التفاصيل، الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش تدعمونا بلايك، اللي ما مشتركش في القناه ديالنا شاركوا وفعلوا زر التنبيهات باش يوصلكم الجديد اول باول، وما تنساوش ايضا تشاركوا معنا بالاراء ديالكم والتعليقات ديالكم والتحليلات ديالكم. ندخلوا في تفاصيل الحلقه. السلام عليكم، معكم رضا من قناه وحلقه. قلتها من قبل اقول الجماهير الفاسية تتنفس الصعداء بعدما تمكن المغرب الفاسي من تحقيق أول انتصار له في البطولة على حساب يوسف تبرشيد بثلاث أهداف لصفر. انتصار جد مستحق للمغرب الفاسي اللي سيطر على كل كبيرة وصغيرة في اللقاء، بل كادت تكون نتيجة أكبر وأكبر لو أن اللاعبين ديال المغرب الفاسي استغلوا الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم خصوصا في الشوط الثاني. يوسف تبرشيد في لقاء اليوم ظهر بمستوى جد متوسط، يمكن لي نقول على ان الفريق تاثر خصوصا بدنيا بالمستوى الكبير اللي قدمه يوسف تبرشيد ضد الوداد الرياضي. الفريق في لقاء اليوم كان غائب بدنيا وكذلك كان غائب ذهنيا، ولكن خصنا نعطيو ايضا الحق للمغرب الفاسي اللي قدم لقاء كبير، وكيف ما قلت انتصار مستحق للمغرب الفاسي. كانت اليوم العديد من الاشياء الايجابيه في لقاء اليوم. لاحظنا على ان المغرب الفاسي خرج بالكلين شيت، بالرغم على انه مازال العديد من المشاكل الدفاعيه في الفريق. الفريق سيكون مطالب بالاشتغال اكثر فيما يخص الشق الدفاعي، لان شفنا يوسف تبرشيد في بعض المرات خلق مشاكل لدفاع المغرب الفاسي. ايضا في لقاء اليوم عرف تالق اللاعب اجراي اللي رجع للتهديف وتمكن من تسجيل هدفين. ايضا استمرار تالق اللاعب بوهره اللي قدم لقاء كبير بكل ما تحمل الكلمه معنى، سجل هدف وكذلك اعطى اسيست للاعب اجراي. صراحه لقاء متكامل للمغرب الفاسي باستثناء بعض الاخطاء الدفاعيه وباستثناء الفرص الضائعه. ايضا يعني صراحه تغيير قام به المدرب، لاحظنا على ان المغرب الفاسي لما سجل الهدف الثالث المدرب خرج اللاعب بوهره وكذلك خرج اللاعب اجراي. يعني كان بامكان المدرب على الاقل يعطي لهاد اللاعبين واحد 10 ولا 15 دقيقه باش ياخذوا الثقه وباش يمكن لهم يسجلوا اهداف اكثر، لان لاحظنا على ان اللاعب اجراي عانى من سوء حظ فيما يخص اللقاءات السابقه. كذلك لما كتعطي اللاعبين دقائق اكثر في رجليهم الثقه كتزاد لهم، ولكن كيبقى المدرب يعني يمكن رابح 3-0 بغى يخرج اللاعبين المهمين ويعطي دقائق للاعبين اخرين يجربهم ويحكم على المستويات ديالهم، وايضا لتفادي الاصابه. كيف ما قلت لقاء للنسيان بالنسبه ليوسف تبرشيد صراحه الذي لم يقدم الشيء الكثير. يمكن لي نقول على ان لقاء اليوم غيعطي ثقه، غيعطي شحنه معنويه للاعبين ديال المغرب الفاسي فيما هو قادم من اللقاءات. ويمكن لي نقول ايضا على ان اللقاء ديال اليوم غيكون انطلاقه للمغرب الفاسي باش يرجع للمستوى ديالو، لانني قلتها من قبل اقولها اعيد واكررها، المكان الطبيعي للمغرب الفاسي هو المنافسه على المراكز الاولى. لقاء اولمبيك اسفي وسريع واتزم انتهى بلا غالب ولا مغلوب، التعادل السلبي صفر لمثله. نتيجه اللقاء تعكس كل شيء، لقاء المستوى ديالو جد 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 متوسط، لم نشاهد شيء الكثير، ما كانش ايقاع، ما كانش مستوى، ما كانش فرص، كانت رتابه في اللعب. ويمكن لي نقول على ان الفريقين اكتفوا بالجانب الدفاعي. يعني في اللقاء كله شفنا جوج الفرص حقيقيه، فرصه في الشوط الاول لاولمبيك اسفي، وفي الشوط الثاني كانت فرصه حقيقيه للتسجيل سريع واتزم. غير هذا لم نشاهد الشيء الكثير. يمكن لي نقول على ان نتيجه التعادل تعتبر عادله للفريقين بالنظر لما قدمه اولمبيك اسفي وكذلك سريع واتزم. اتحاد طنجة يتنفس الصعداء ويحقق او انتصار له في البطوله على حساب شباب الرياضي السوالم بهدفين لصفر. انتصار مهم، انتصار غيعطيهم ثقه فيما هو قادم من اللقاءات. يمكن لي نقول وبكل ثقه من اجمل اللقاءات اللي شفناها لاتحاد طنجه منذ بدايه البطوله المغربيه. ولا بغيتي تسولني على عنوان اللقاء،
عاد اللاعب حمودان فعادت الانتصارات لاتحاد طنجة. اللاعب حمودان قدم لقاء كبير بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لاعب فنان صراحة، كلما قاص الكرة كيجيب معها الخطورة، يعني في لقاء اليوم كيوزع الهدايا على المهاجمين. ولو أن اللاعب أكسل مايي كان في المستوى ديالو صراحة كان بإمكان اتحاد طنجة يخرج بنتيجة أكبر. يعني حمودان منذ الدقائق الأولى تمريرة حريرية عطات الهدف الأول لاتحاد طنجة، ومن بعد ذلك عطى جوج التمريرات، يعني أهداف لا تضيع للاعب أكسل مايي، ولكن أكسل مايي من الواضح على أنه ماشي في نهاره، ضيع أهداف بغرابة. يعني اللاعب حمودان بالمستوى ديالو، بالكاريزما ديالو، بالحضور ديالو، بالتمريرات، عطى صراحة واحد الإضافة كبيرة لاتحاد طنجة. من نجوم اللقاء أيضا الحارس المجهد اللي بالتصديات ديالو حرم شباب الرياضي السوالم من تسجيل العديد من الأهداف. صراحة الحارس المجهد كان حاضر في لقاء اليوم ودار تصديات خرافية. أيضا لقاء اليوم عرف هدف خرافي للاعب إجروتن. يعني لاعب إجروتن بدأ كرة من وسط الميدان للاعب نصير، نصير كيرفع الكرة فوق طبق من ذهب وبضربة مقصية ما كيسجلها إلا اللاعبين الكبار. إجروتن كيقتل اللقاء ويعلن أول انتصار لاتحاد طنجة في البطولة. شباب الرياضي السوالم بالرغم على أنه خسر في لقاء اليوم، ولكن قدم لقاء في المستوى، يعني خلق متاعب كثيرة للدفاع ديال اتحاد طنجة. ولولا الحارس المجيد ولولا رعونة المهاجمين كان بإمكان شباب الرياضي السوالم على الأقل يسجل هدف، انتصار مستحق لاتحاد طنجة اللي كان هو الفريق الأكثر شراسة والأكثر رغبة والفريق اللي خلق خطورة وتمكن من تحقيق ثلاثة ديال النقاط غتعطيهم ثقة في مواقع من اللقاء. لقاء القمة بين أولمبيك خريبكا والدفاع الحسني الجديد انتهى بلا غالب ولا مغلوب هدفين لمثلهما. لقاء من المستوى الرفيع، شفنا فيه هجمات متبادلة من الطرفين، شفنا فيه قتالية، شفنا فيه الجرينتا، شفنا فيه فرص كثيرة، شفنا فيه أخطاء دفاعية، وشفنا فيه أربعة ديال الأهداف. الفريقين بجوج يستحقوا الإشادة والتقدير على المستوى الكبير اللي قدموه لنا في لقاء اليوم. ويمكن لي نقول بالنظر للأرقام والإحصائيات نتيجة التعادل تعتبر نتيجة عادلة. الدفاع الحسني الجديدي بعد ما حقق ثلاثة ديال الانتصارات متتالية، تعادل في اللقاء السابق ضد الجيش الملكي، في لقاء اليوم ايضا تعادل اخر، ولكن الفريق باش نكونوا واضحين غادي في طريق وفي مستوى جيد جدا. اولمبيك خريبكا يمكن لي نقول على انه بدايه تعتبر لا باس بها في البطوله. الفريق القادم من القسم الوطني الثاني لغايه الان عنده 5 ديال النقاط، انتصار، جوج التعادلات وجوج الهزائم. صراحه تمتعنا بهذا اللقاء، الفريقين بجوج كانوا حاضرين، كان بامكان الدفاع الحسني الجديد يحسم نتيجه اللقاء لصالحه لو انه استغل الفرص التي اتيحت له، وايضا كان بإمكان أولمبيك خريبكا يحسم نتيجة اللقاء لصالحه لو أنه أيضا استغل الفرص التي أتيحت له. لهذا أقولها وبكل ثقة، نتيجة التعادل تعتبر نتيجة عادلة للفريقين. الفريقين بجوج غيكونوا مطالبين بالاشتغال أكثر فيما هو قادم من اللقاءات. الدفاع الحسني الجديدي خصو يرجع لسكة الانتصارات إلى بغى يبقى مع فرق المقدمة. على الجانب الآخر أولمبيك خريبكا خصو يشتغل أكثر خصوصا فيما يخص الجانب الهجومي الا بغى يحقق نتائج ايجابيه ويبعد على منطقه الخطر. كان هذا كل ما يخص الحلقه ديال اليوم. الا عجبتكم الحلقه ما تنساوش دعمونا بلايك، اشتركوا في القناه ديالنا باش دائما يوصلكم جديد اول باول. كان معكم رضا من قناه كره فان. السلام عليكم.